افتتحت جامعة جديدة أبوابها هذا الأسبوع هنا في الجزائر. تعال وانظر لما يمكن لهذه الجامعة أن تغير قواعد اللعبة في التعليم العالي الجزائري. بدأت الدروس في سيدي عبدالله تكنوبول لـ400 طالب لأول مرة في 10 أكتوبر في هذا الحرم الجامعي الجديد. يختلف النظام هنا عن الجامعات الجزائرية الأخرى لسببين. أولاً، ستكون دراسة باللغة الإنجليزية وهي الأولى من نوعها التي تستخدم اللغة الإنجليزية لتدرس هذه المواد. كما يبدأ الطلاب مشوارهم الجامعي بدراسة اللغة الإنجليزية بشكل مكثف لمدة 6 أسابيع قبل الانتقال إلى منهج دراسي يكون 100% باللغة الإنجليزية. ثانياً، الطلاب أنفسهم هم النخبة. بالنسبة لكلية الذكاء الاصطناعي يتعين عليهم اجتياز البكالوريا بمعدل 17.52 في شعبة الرياضيات، وبالنسبة لكلية الرياضيات يحتاجون إلى 16.64 على الأقل. هؤلاء هم الباحثون والعلماء المستقبليون في الجزائر. إذن كيف تلعب الولايات المتحدة دوراً صغيراً لدعم هذه المبادرة الجديرة بالثناء من قبل وزارة التعليم العالي الجزائرية؟ في بداية شهر أكتوبر أطلقت السفارة الأمريكية في الجزائر رسمياً مركز البحوث، وهو مشروع مدته 3 سنوات تديره جامعة نوتردام في ولاية إنديانا الأمريكية لإنشاء شبكة من المؤسسات البحثية داخل الجزائر وخارجها، وتشجيع المزيد من التعاون بين الجامعات الجزائرية والباحثين والقطاع الخاص. والهدف الثاني هو زيادة قدرة جامعات مثل جامعة سيدي عبدالله تكنوبول على إجراء البحوث المبتكرة، وبشكل أكثر تحديداً البحوث الأكاديمية التي لها تأثير على تحسين الاقتصاد الجزائري. After I graduate from this school, this new school, I'm really planning to apply this opportunity in Algeria to really develop this country. I too wish I was 18 so I could be with you here today to learn what you will learn. في الوقت الحالي تضم جامعة سيدي عبدالله 400 طالب، لكن الجامعة في طور التوسع وستستوعب في نهاية المطاف حوالي 20,000 طالب، بما في ذلك مساكن لـ11,000 طالب. تهانينا للجزائر، هذا إنجاز كبير، والولايات المتحدة سعيدة بالتعاون.